بدأ مسلسلنا لما البطل أول ما البطل أنا عليه جاي يجري عشان ينقذها من الأشباح الشريرة اللي هي جاية عشان تاكلها وفضل يضربهم شمال ويمين عشان يبعدهم عنها وهي هتكون مبهورة جدا باللي هو بيعمله لكن للاسف هيلاقي اعدادهم بتكتر بطريقه رهيبه لان في حاجه بتسرهم وهي الدم اللي واقع على الارض اللي هو دمها فطبعا هيحاول ان هو يسحب الدم كله من الارض وفجاه كده هيحوله لفراشات وهيخليها تبعد بعيد خالص عنهم وهنا الاشباح كلها هتجري ورا الفراشات وهتبعد عنهم وهنا هيبص وهي هتكون بصله مبهوره ان هو حماها وهيقولها كل ده من الجرح الصغير اللي انت عملتيه في ايديكي كده غلط وهي هتقول انا كنت متاكده ان انت هتشيكي وتنقذني اول ما نادي باسمك وهنا هيروح منافخ في ايديها وهيداولها الجرح خالص منها هتقول له يعني انا كده افهم ان انت خلاص هتحميني هيقول لها لا لسه بدري من على الكلام ده وفي الناحية التانية هنلاقي الجني هيتجنن خالص عشان هو قدر يطلع من العالم الثاني اللي هو كان حبسه فيه وكله عمال يقوله اهدى بس هو مش عايز يهدى لان هو المنافس بتاعه وفي نفس الوقت بيعمل حاجات كتير غلط وهنا هيقوله انت هو فعلا رجع من العالم هيقوله ايوة بس انا مش هسكت له هنا هتقوله انت بتعمل ايه عايز مني ايه هيتقوله اقف وابعد بعيد عني وهنا هتهدى شوية وهتقول له ايه اللي حصل انت خلاص مش قررت انك تحميني هيقول انا عايزة اعرف بالظبط ايه حكاية الاسورة اللي انت هتلبسيها في ايديا اللي خلتني مش قادر خالص ومش قادر اتحكم في نفسي ومش قادر ابعد عني وهنا المسؤول عنهم بيشرح للجن التاني ازاي هي هتكون متحكمه فيه ومتحكمه في قلبه عشان هو هيكون بيحبها جدا بسبب الاسوره ومش قادر خالص يستغنى عنها هيقول له دي هتكون قوه الحب ولما نرجع لهم هما بقى هنلاقوه عمال يقنع فيها عشان تخاطر تشيلوا الاسوره من ايديه تقوله انا ابدا مش هشيل الاسوره من ايديك انت خدعتني مره وانا خدعتك المره الثانيه خلاص دي قصاد دي ولازم تنفذ وعدك القديم ان انت تحميني هيقول لها لا انا مش هحميكي انت عايزه مني ايه بالظبط عايزه انا احبك انا هحبك لفتره قصيره وهبوسك كمان بس يا ريت تشيلي الاسوره من ايدي وهتسيبه وتمشي لكن هو طبعا هيكون مش قادر يستغنى عنها وهيمشي وراها وهتقعد يتحايل عليها شيلي لي الاسوره لكن هي طبعا هترفض تماما وده طبعا هيكون مجننه وهي هتقول له ما تحاولش انا برضو هفضل زي ما انا وهسيب الاسبره في ايدك وانت لازم تحميني من العالم اللي انا هيقول لها ايه رايك انا اديكي واحده سكر وانت تحرريني وتشيلي لي الاسوره لكن هي هتبص باستهزاء وهتسيبه وتمشي لكن هو مفيش فايده هيفضل يجري وراها هيقول انت عايزه ايه مني هتقول انا عايزاك تنفذ وعدك القديم ما تنساش ان انت وعدتني من الاساس وانت اللي خليت بالوعد وهنا قلبه هيوجعه جدا عشان هي متحكمه فيه كل ما تبعد عنه قلبه يوجعه هيقول لها بس انا كده مش هينفع اعيش بالطريقه دي هتقوله لا ده عقابك على اللي انت عملته فيا وهنا هيبص لها ويقول لها يا ستي انا هحميكي من غير حاجه بس اهم حاجه شديد لي الاسوره وهنا هيحس بالبرد وفجاه هياخد الكوفيه بتاعتها هتقول له ينفع كده تاخد كوفيتي ده انا بردانه خالص هيقول لها ايه ما انا كمان سقعان لكن فجاه هيحس بوغزه في قلبه بسبب الاسوره ان هو مش قادر يسيبها سقعانه وهيبص لها وهيقلع الكوفيه وهيلبسها لها وهيقول لها خلاص ما تزعليش ادي الكوفيه انا لبستها اهم حاجه ان انت تبقي كويسه وكل ده سيري الاسورة وهيقول لها عاجبك كده اللي انت عاملاه فيا يا ريت تشيليها لي هتقول له لا برضو مش هشيلها وده طبعا هيجننه جدا مش عارف يعمل معاها ايه وهيقول لها اجلا ام عاجلا انا هخليك تقلعيني الاسورة وهنا عمال يبص لها وهيطلع يجري لان هو مش قادر يعمل حاجه خالص وهنا هنلاقي ان في قطره دم من دمها اللي كانت متحوله للفراشات هتنزل على واحده كانوا قتلنا وكانوا خلاص ناويين يدفنوها لكن هي اول ما تنزل عليها قطره الدم هتقوم وتركب العربيه مره تانيه واللي جايين يدفنوها هيتفاجئوا جدا لان هما مش هيلاقوا الجثه وهيكونوا مستغربين لكن فجأه هيلاقوا الجثه عايشه وراهم في قلب العربيه وده هيخليهم يرتبكوا وكمان هيخلي العربيه تتقلب ويموتوا هنا هيرجع البيت وهيلاقي المنافس بتاعه اللي هو الجني التاني وبيقول ايه ايه اللي حصل انت رجعت تاني للعالم ده هيقول له انت عشان تعرف ان انت مش هتقدر تتخلص مني هيقول له اه بس طبعا ربطتك بالاسوره دي هيقول له انت عارف كل حاجه طب ماشي بس انا برضو مش هسكت انا هفضل وراها لغايه ما هي تقلعها لي لان انا بالطريقه دي مش قادرة استغنى عنها طبعا هو هيقول له خساره المقبلات اللي كنت عاملها عشان لما تاكلها وطبعا هو كان عامل حاجات كتير وصوصات ياما في قلب التلاجه وطبعا كل ما هيطلعها بص لها وهيكون زعلان هيقول لازم اعرف ازاي انا لازم اكلها لازم اتخلص من الاسوره اللي بايدي هيقول انت بتعيط هيقولوا انا بعيط عشان هي وحشاني جدا مش عندي احساس جامد قوي ان انا لازم اشوفها دلوقتي وده هيجنني جدا كل ده بسبب الإسورة. يعني انا في نفس الوقت عايزه اكلها ومش قادر خالص ان انا اكلها وانت طبعا هيكون مجننه هيقفل على الثلاجه وهيقول خلاص متزعلش وهو يقوله لا انا لازم اشوف صرفه ان انا اقلع الإسورة اللي في ايدي دي لازم لازم ان انا اعرف اكلها وهنا هنرجع لها هي وهي نايمه وعماله تفكر في اللي حصل بينها وبينه وازاي هو انقذها وكمان ازاي لبسها الكوفيه وهي سقعانه وفجاه هتصحى وهتلاقيه في وشها وباصص لها ومبسوط جدا ان هو شايفها هتقول انت ايه اللي جابك هنا هيقول لها اصل انت ناديتي عليا هتقول لا انا مش فاكره ان انا قلت اسمك هيقول لها لا بمجرد ان انت تفكري فيا هتلاقيني قدامك هيتقول له ازاي يعني هيقول لها من الاخر كده زي ما انت بقول كده كل شويه هتلاقيني قدام منك ومن الاخر انا جعان هتقول له مفيش حاجه في التلاجه هيقول لها دي تلاجه بنا ادمه دي هتقول هو ده اللي عندي وهنا هتقول لازم تمشي دلوقتي هيقول لها لا انا مش ماشي وانت لازم تشيلي الاسوره كل مش هتشيلي الاسوره هتلاقيني كل شويه موجوده عندك طبعا هي طبعا عماله تقوله له بس انا ما ندتش عليك هيقولها لا من هنا ورايح بمجرد ان انت تفكري فيا هتلاقيني قدام عينيكي كل ده بسبب الاسوره اللي انت حطاها لازم تشيليها وهيتنرفز جدا ومش هيقدر يعملها حاجه وهيكون متعصب لدرجه ان هو هيحاول يكسرها بدل ما يكسرها يكسر الصخره الكبيره قوي دي وهيلاقي ان مفيش امل خالص ان هو يتخلص منها هيهدى شويه ونرجع لها هي وهي بتزاول عملها للمرة التانية طبعا هتروح هي شغالة في العقارات وهتروح عشان تشتري البيت اللي انتوا فيه دوت هي طبعا بتشوف الأشباح وهتعرف ان في حاجة غريبة في البيت وهتفضل تبص شمال ويمين وهتعرف ان في حاجة مش مظبوطة وهتدخل أوضة البنت وهتلاقي في حد مستخبي فوق سقف الأوضة هيقول لها في ايه هتقول له لا ما تقلقش ولا كأن في حاجة وفجأة هتفتح المظلة بتاعتها اللي هي على أساسها ان هي بتحميها والعفريته هتنزل لها وهتقول لها انت شايفاني لكن هو هيجي فجاه وهيتخلص منها هتقوله له انت ايه اللي بتعمله هيقول لها انا حسيت بالخطر جاي فجيت هتقوله بس انا ما نادتش عليك هيقول لها لا ما هو كله بسبب الاسوره شيليها عشان تخلصي وانا كمان اخلص هتقوله لا انا واحدة باجي وبشتغل انا بعرف اتعامل معهم كويس انا كان بقالي سنين بعد الوعد اللي انت وعدته لي وما جيتش وخلفت بيه هيقول لها بصي الاسورة بصي عاملة معايا ايه هتقول له برضو ما فايدة انت اللي خلفت الوعد وانا كنت بزول شغلي عادي مش هنجي عليك غير لما اكون محتاجاك هيسيبها ويمشي طبعا هي هتكون مبسوطة جدا من اللي بيحصل وهنا الجني التاني هيكون برضو مش قادر يتحمل ريحة دمها وهيمسك الجني الصغير وهيقعد يضربه عشان خاطر هو اللي خلاه طلع من العالم التاني وهيقول انا هوريك انا ممكن اعمل ايه وهنا هي في المكتب بتاعها وفجاه هتلاقيه قاعد قصادها هتقوله له انت ما فيش فايده فيك برضو جاي زهقني هنا انا في مكان شغل المفروض تفهم ان انت ما تجيش في اي وقت هيقول لها انت اللي عامله كده أنتي شيلي الاسوره وانا مش هتلاقيني في اي وقت عندك هيقول لها لا اصل انت بتوحشيني وباجي اشوفك وهيسيبها ويمشي وفجاه هتلاقي هو عامل لها طبق اكل تحفه وهيقول لها انا عامله من قلبي كل يوم كل يوم هيفضل يجي لها وفجاه هيجي لها بدبدوب جميل خالص ويقول لها انا جايبهولك. طبعا هو بيعمل الحاجه دي خارج عن ارادته كل ده بسبب الاسوره لكن هي للاسف هتكون بتتاثر بالحاجه اللي هو بيعملها هيقول لها يلا انا جبت لك دبدوب شيلي لي الاسوره وفجاه هيرموها لها وهيسيبها ويمشي طبعا هي في كل وقت هتكون مستنيه ان هو يجلها وهنا بص جه هو عمال ياكل في الكريم اللي هو اللي انتوا شايفينه ومتغاظ جدا ومش عارف يعمل ايه في الناحية التانية هنلاقي البنت اللي هي نزلت عليها قطرة الدم دخلت في حتة غريبة كده وهنا جني عالم الترفيه هيروح لها عشان يعرف ايه الاخبار معاها ووصلت لغايه فين هتقول خلاص انا دلوقتي متحكمه فيه جامد جدا وهو بينفذ لي كل اللي انا عايزاه هيقول لها خلاص عندك العقد ده احنا عايزينه هو يمضي عليه اما امتي تمضي عليه وهنا هتقول له انا هحاول كتير ان انا اخليه يمضي على العقد ده هيقول لها خلاص اما اشوف انت هتقدري تعملي ايه وهنا هو هيسيبها ويمشي وهيروح المكتب بتاعه وهيكون بيفكر في حاجات كتير جدا ، هيشوف مجموعة صور وهيتفرج علي حاجات طبعا هو مجموعة الصور دي هو هيكون موجود فيها على مر العصور واللي احنا ما نعرفهوش ان هو عنده صورة حبيبته صورة كبيرة جدا هتكون لحبيبته بص في عصر قديم هيكون هتكون ماتت على ايد حد تاني لكن البنت دي شبه سام دنج جدا هتكون فيها ملامح من ملامحها كتير قوي ايه الاحداث اللي هتحصل ده اللي هنعرفه في الفيديو اللي جاي وفي الحلقه الجايه وانا مش ناويه اتاخر عليكم تاني وناويه اكون موجوده معاكم دايما واشوفكم على خير واتمنى ان انتوا اشتركوا في القناة وتدوسوا لايك واشتراك طبعا انتوا لو انتوا شايفين ان اسلوبي مش عاجبكم يا ريت يا ريت يا حبايبي كل اللي عنده تعليق سلبي او ايجابي يحطه في التعليقات اشوفكم على خير يا حبايب قلبي في حلقة جديدة وفيديو جديد سلام